الشعب بالالتفاف والوقوف حول قضية الأسرى، لأن الإنسان هو أغلى ما نملك. ونقول للأسرى: لكم الله، لكم الله في سجود الظالمين اليهود، ولكم الثواب والأجر العظيم إن شاء الله. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وشافي جرحانا ومرضانا، وفك قيد أسرانا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا. إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت